اسمحوا لي ان انا اوجه لكم جميعا التحية والتقدير والاحترام. كان لازم اجي النهاردة عشان اطمئن عليكم واسعد كمان باللي انا شفته النهاردة. فانا عايز اقول للقوات اللي موجودة قدامي، انتم بالذات لازم شعاركم يبقى مختلف شوية، شعار قوة التدخل السريع مختلف، لان احنا بنستمد من الشعار اسلوبنا يعني ادائنا يعني كفاءتنا. فبقول له كن قويا، كن قادرا، كن كفئا، كن مستعدا. ليه محتاجين ده؟ طب ما القوات المسلحة لازم تكون شغالة في الصفات اللي أنا بتكلم فيها دي، ده صحيح، لكن قوة التدخل السريع أكثر جاهزية، أكثر استعدادا، لأن رد الفعل لقوة التدخل السريع مش بالأيام، ويمكن يكون مش بالساعات، ممكن يكون بأقل من الساعات. احنا موجودين عشان نحمي بلدنا وحدودنا، ولو الأمر تطلب حاجة تانية ممكن نبقى برضو قادرين وجاهزين. عشان كده بقول لينا كلنا لازم قوات التدخل السريع تبقى في أعلى الجاهزية وأعلى مستوى من الكفاءة القتالية. أنا عارف إن أنتم بتبذلوا جهد كبير قوي دلوقتي بالذات في كل حتة، بس القوات المسلحة لازم تكون دايما في طليعة أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة في كل شيء، عشان احنا محتاجين الجهد ده ومحتاجين الأداء ده، وكمان معاه الإخلاص وكمان معاه الأمانة وكمان معاه الشرف. دي صفات موجودة جوانا كلنا كمصريين، لكن كمان